نتائج اسمنت ينبع. ينضم إلينا سيد علي العايد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اسمنت ينبع. أهلا بك معنا أستاذ علي، وشكرا على وجودك. خلينا نبدأ بالحديث عن هذا الأداء لفترة الربع الثاني، ارتفاع بالأرباح 15%، لكن إذا ما قارنا بالإيرادات فهي متراجعة بقرابة 2% لنفس الفترة عن العام الماضي. ما هي أهم الأسباب التي أدت للضغط على الإيرادات لديكم؟ بداية أشكرك على الاستضافة في هذه الفترة، وإن شاء الله المعلومات اللي قدمها تكون فيها فائدة للمستمعين في هذه القناة. طبعا صحيح تراجعت المبيعات، ولكن تحسنت الأرباح، والسبب فيها عدة أسباب الحقيقة. الحشي هذا من أهمها تخفيض التكاليف، وكان بداية السنة هذه كان هناك مشروع صيانة مجدولة كبيرة جدا لأحد خطوط الإنتاج، انتهت الحمد لله بنجاح، ولذلك انعكست نتائج هذا التطور إلى تخفيض إنتاج الكلينكر، وبالتالي تخفيض إنتاج الإسمنت. ايضا هناك يعني مبادرات عديده جدا نعملها على تخفيض التكاليف، ساهمت في تخفيض التكاليف بشكل عام. حرص عملاء الشركه على استمرار التعامل مع شركه اسمنت ينبع لقناعتهم بجوده منتجات الشركه، هذا ايضا ساعد على استمرار عملاء الشركة في التعامل مع الشركة، وبالأسعار اللي احنا مقتنعين انها مناسبة لنا وللشركاء ولعملاء الشركة ايضا. نعم، احنا هون عم نتحدث استاذ علي على إعادة تشغيل خط الانتاج الرابع، يمكن اللي توقف لاعمال الصيانة المجدولة، صحيح؟ قد ايه كان له اثر مالي هذا؟ نعم، كان متوقف على حسب الخطة اللي كانت معتمدتها شركة اسمنت ينبع، واستكملت الصيانة المجدولة هذه، وهذا انعكاسها كبير جدا على أداء وفعالية إنتاج الخط الرابع، وبالتالي أيضا التكاليف. نعم، قد ايه كان في أثر على التكاليف والنتائج من الإيقاف للصيانة؟ والله شوف، هي يعني التكاليف عوامل كثيرة فيها، لكن ما نقدر الحقيقة نحدد بالضبط أو نعلن عن كم التكاليف اللي عند الشركة، يمكن هذه خاصة، معلومات خاصة عن الشركة، ولكنها ساهمت في تخفيض التكاليف، وإضافة إلى المبادرات الأخرى اللي تعمل عليها إدارة الشركة. نعم، طب احنا شايفين استاذ علي، ولكن مهم جدا، احنا مقتنعين قناعة تامة على أن الشركة تبقى ذات تكلفة منخفضة علشان يكون لها دور كبير في المنافسة على مستوى سوق الاسمنت بشكل عام. نعم، طيب وهون بدي أسأل على المخزون، لأنه أنت تحدثت عن المخزون أستاذ علي، يعني على مدار عامين إحنا عم نشوف انخفاض وارتفاع بمستويات المخزون لدى الشركة للكلينكر، قد إيه وصل بفترة الربع الثاني مخزون الكلينكر لديكم؟ الآن يعني بنهاية الربع كان عندنا 4 مليون طن، ولكن هذه يعني إن شاء الله بيكون لها معالجة مستمرة مع السوق المحلية وأيضا بالصادرات، لأن إحنا أكبر شركة مصدرة للكلينكر على مستوى المملكة في من خلال النصف الأول من هذا العام. قد ايه كان في تراجع لمستوى الصادرات بمرحلة الربع الثاني، ولا كان في تصدير جيد؟ وما هي المناطق استاذ علي اللي كان في لها تصدير؟ تصدير ممتاز جدا بالربع الثاني، ايضا بالربع الاول، لكن احنا حتى نهايه منتصف العام هذا صدرنا اكثر من 1,200,000 طن. الى اي المناطق؟ طبعا هم المصدرين يتعاملون معنا مباشره، احنا ما نتعامل مع العميل النهائي، ولكن المصدرين انفسهم هم اللي يتعاملون مع عملائهم المباشرين، ولكن اللي نعرفه انهم مبيعاتهم غالبا الى غرب ووسط افريقيا وايضا جنوب اسيا.
هذه الأسواق المستهدفة من قبلهم. طيب قد ايه اختلفت اسعار الطن لديكم خلال هاي المرحله يعني استاذ علي، وقد ايه اخذ بالحسبان يعني ضمن ارتفاع التكاليف يمكن مستويات التضخم اللي عم نشهدها على كل اسعار السلع الاساسيه بالفتره الماضيه؟ ما في شك، وحصل زيادات في التكاليف، سواء تكاليف الوقود، تكاليف النقل، تكاليف المواد الخام، لما يعني نظر في تعديل المقابل المالي، كل هذه أضافت إلى التكاليف. ولكن أيضا نفس الوقت الشركة تعمل على مثل ما ذكرت في البداية، تعمل على مبادرات لتخفيض التكاليف اللي ممكن عمل التخفيض فيها، والحمد لله حتى الآن ناجحين بالشيء هذا. إحنا الآن أنا أعتقد أننا من أفضل الشركات من ناحية التكلفة، تكلفة المنتج. نعم. طيب السؤال الآخر، يعني قد ايه متوقعين انه يكون في تحسن لفترة الربع الثالث استاذ علي، خصوصا مع المشاريع الحكومية القائمة، ويمكن هل ستكون شركة اسمنت ينبو من المستفيدين بشكل واضح من تطوير مشاريع مثل نيوم اللي عم نسمع عنه مؤخرا، انه راح يكون واحد من الشركات التي ستدرج بالسوق وبالتالي عملية توسع واضحة بالمشروع؟ نعم، هو طبعا الطلب بالنصف الاول انخفض عن الطلب المقارن بالنصف الاول من العام الماضي، ولكن ايضا رمضان والحج بالنصف الاول دائما له تاثير سلبي على الطلب على مستوى المملكه. احنا مأملين بشكل كبير جدا انه يتحسن الطلب بالنصف الثاني من عام 2022، وإن شاء الله يكون هناك حسب ما احنا نتابع السوق، سيكون هناك إن شاء الله نمو في تنفيذ المشاريع الرئيسية، من ضمنها مشاريع البحر الأحمر ومشاريع وسط جدة ومشاريع نيوم. احنا الآن معتمدين موردين رئيسيين لمشاريع البحر الأحمر وأيضا مشاريع وسط جدة. نيوم ننتظر نتابع وننتظر إن شاء الله متى يتزايد الطلب هناك، واحنا من أيضا من أقرب الشركات عدا شركة تبوك طبعا، احنا من اقرب الشركات لمنطقة نيوم، وان شاء الله يكون لنا نصيب كبير جدا من التطور اللي يحصل في الطلب من هذه المدينة. نعم، احنا عم نتحدث ايضا عن الوضع المالي للشركة اليوم استاذ علي، وشايفين بترقب اليوم يمكن القرارات الخاصة بالفيدرالي، قد ايه الوضع المالي والائتماني للشركة ممكن يتأثر بارتفاع التكاليف اذا كان لديكم اليوم ايضا حجم بالنسبة للاقتراض؟ احنا طبعا احنا نقترض، ما في شك، ما فيه نشاط بهذا المجال هذا الا ويعتمد احيانا على القروض، ولكن بما بداية السنة لما شعرنا كإدارة أن هناك احتمال كبير أنه تغير الانترست ريت، عملنا تحوط كل القروض اللي أخذناها، عملنا تحوط، وحتى الآن الأثر ضعيف جدا جدا علينا من ناحية ارتفاع أسعار الفائدة، وحتى لو زادت الفائدة سيكون الأثر محدود جدا علينا بسبب التحوط اللي عملناه. قد ايه حجم القروض القائمة حاليا على الشركة؟ بحدود 200 مليون ريال. مع التحوط يعني هل في مجال لمزيد من الحصول على القروض، ولا راح يكون في عملية تمويل ذاتي إذا قررتم أي توسع أستاذ علي؟ والله هو التوسع غير وارد، لأنه الطاقات الموجودة لا تتطلب أي توسع، ولكن يعني ما تم اقتراضه حتى الآن ما أعتقد أنه يعني يحتاج إلى زيادة فيه على المدى المنظور، ولكن لو تطلب الأمر في ظروف يعني قد لا نراها الآن، إحنا عندنا قدرة كبيرة أننا نرفع مستويات الاقتراض من البنوك. البنوك بشكل ترحب لأن الوضع المالي للشركة قوي جدا. أشكرك سيد علي العايد الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت ينبع، وأنت أيضا عضو مجلس الإدارة، على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك.